أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مال وأعمال. أنا إنجي طاهر وكل عام وأنتم بخير. في الفقرة الأولى نستضيف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي للحديث حول أهم العوامل التي ساعدت في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة. أما الفقرة الثانية فسنتحدث فيها عن تطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول صناعة الرقائق، وذلك مع المهندس روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. تسارعت وتيرة الانخفاض في الاستثمار العقاري وأسعار المنازل في الصين خلال الشهر الماضي، وهو ما كان أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي. وقال بنك بي ان بي باريبا إن مبيعات العقارات لم تشهد أي تحسن حتى بعد العديد من الإجراءات الداعمة، مشيرا إلى أن السلطات الصينية بحاجة إلى إيجاد سبل لخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة وسد الفجوة مع تكلفة القروض الجديدة. هذا وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن الإنتاج الصناعي ارتفع 5.16% على أساس سنوي متباطئا مقارنة بشهر أبريل. وقدمت مبيعات التجزئة بعض التشجيع وارتفعت أكثر من المتوقع لكل المتسوقين الصينيين ما زالوا بعيدين عن استعادة ثقة ما قبل وباء كورونا، متسارعة للمرة الأولى منذ نوفمبر، لكن تظل وتيرتها عند 3.17%، أي أقل من نصف نسبة 8% التي كانت نموذجية قبل الوباء. وذلك كله على الرغم من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها إلى حد كبير. ونبقى في الصين التي أبقى بنكها المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للشهر العاشر على التوالي، مبدياً الحذر بشأن التيسير النقدي، وذلك في ضوء وفرة السيولة ومنع تراجع اليوان. ويبلغ سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل 2.5%، كما سحب المركزي الصيني ما قيمته 55 مليار يوان أو ما يعادل 7.6 مليار دولار من النظام المصرفي لتقليص السيولة. يعكس القرار تفضيل السلطات المالية لاستقرار العملة على انخفاض تكاليف الاقتراض رغم التعافي المحدود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما في كوريا الجنوبية فقد قفزت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 30%، وذلك للشهر الثاني على التوالي في مايو. وصلت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 19 مليار دولار، وذلك بزيادة 31.18% على أساس سنوي، لتسجل زيادة للشهر السابع على التوالي. بينما ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.14% على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار و480 مليون دولار، وهو ما أدى إلى فائض تجاري قدره 7.570 مليار دولار في هذا القطاع. نتحول إلى أسواق السلع العالمية التي انخفضت فيها أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد ضعف طلب المستهلكين الأمريكيين وارتفاع إنتاج الخام خلال مايو في الصين تحديدا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 40 سنتا أو 0.5% لتسجل 82 دولار و22 سنتا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يوليو 36 سنتا أو 20 النقطة المئوية ليسجل 78 دولار و9 سنتات للبرميل. نلقي نظرة على أسعار الذهب التي تراجعت كذلك مع ترقب المتعاملين للمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2321 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 16% لتسجل نحو 2335 دولار للأونصة. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات كذلك.
وإلى أوروبا التي ارتفعت فيها الأسهم مع تعويض قطاع البنوك لبعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 614% متعافيا من أسوأ انخفاض أسبوعي حتى الآن هذا العام. كما صعد المؤشر كاكا رونت الفرنسي 16% في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه بأكثر من 6% الأسبوع الماضي. وقاد مؤشر تكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 21 النقطة المئوية، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من 1%. نلقي نظرة على الأسواق العالمية بتفاصيل أكبر مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الجندي. أهلا وسهلا أستاذ هيثم. في البداية أستاذ هيثم، يعني النفط والذهب على انخفاض خلال تعاملات اليوم، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ البداية أهلا بحضرتك أستاذ إنجي، كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين. يعني لو هنتكلم احنا في بداية اسبوع ومنتظرين مزيد من الاشارات، سواء في صورة بيانات اقتصادية او تعليقات لمسؤولي البنوك المركزية وبالتحديد بنك الفدرالي الامريكي. الاسبوع الماضي كان عندنا احداث مهمة، كان عندنا اجتماع الفدرالي وكان اجتماع ربع سنوي، والتقديرات اللي كانت صدرت عن المسؤولين كانت مهمة وجات على غير المتوقع بالاشارة ان الفدرالي المسؤولين بيروا تخفيض الفايدة مرة واحدة هذا العام. ولكن اللي هون من التأثير تصريحات رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي اللي قلل من شأن هذه التوقعات وقال إنها توقعات متحفظة، وإن في الآخر المعيار اللي بنهتدي أو بنسير على خطاه هو البيانات الاقتصادية to be data dependent. والبيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي الخاصة بالتضخم في أمريكا، سواء أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين، الاثنين جم بنتائج فعلية تشير الى ان التضخم استأنف من جديد اتجاهه الهبوطي. يعني لو بنتكلم على البرايس كونسيومر برايس اندكس اسعار المستهلكين، كان لاول مره من سنتين المؤشر العام يسجل قراءه مستقره دون تغيير، والمؤشر الاساسي اللي بيستثني الغذاء والطاقه يتباطأ للشهر الثاني على التوالي. ولكن الفدرالي محتاج عده تقارير على مدار عده اشهر يطمئن من خلالها ان الفدرالي باتجاه هبوطي باتجاه مستوى 2% اللي بيستهدفه. طب احنا كده استاذ هيثم بنتكلم عن انه البيانات دي على مدار الثلاث اجتماعات المتبقيه للفد بتتوقع، يعني بشكل شخصي مجرد توقع، انه هيكون خفض مره، ام في دلوقتي البعض بيقول انه ممكن يبقوا خفضين وممكن ما يبقاش فيه اصلا خفض، لاي سيناريو انت بتميل؟ هو الحقيقه الفدرالي مش تحت ضغط ان هو يخفض الفايده، هو عنده وضع مثالي، عنده نمو اقتصادي جيد جدا. يعني كان لسه البنك الدولي رفع تقديراته للنمو العالمي بفضل النمو في امريكا، النمو الاقتصادي الامريكي هذا العام البنك الدولي رفعه من 1.6% الى 2.5%، فده معدل جيد جدا لاقتصاد متقدم مقارنه بالاقتصادات المتقدمه الاخرى. في نفس الوقت التضخم معدله لازال جيد برضه مقارنه بالمستوى المستهدف، المؤشر اللي بيفضله الفدرالي اللي هو البي سي معدله اخر قراءه ليه 2.7%. كتير بالظبط كده. فبالتالي هو عنده تضخم بيتراجع ولو بشكل غير مستقر بشكل متقطع، ولكن في النهاية هو مش بعيد كتير عن المستهدف، وفي نفس الوقت عنده اقتصاد قوي وبالتالي عنده رفاهية الانتظار. طيب احنا اتكلمنا عن المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هل الوضع الاقتصادي في الصين ألقى بظلاله بشكل ما على تحركات أسعار الذهب والنفط، أم أنه البيانات الأمريكية هي دايما الأكثر تأثيراً؟ لا، بكل تأكيد الصين لها تأثيرها. يعني لو بنتكلم على أسعار النفط، فكان عندنا النهاردة بيانات في الصين خاصة بالإنتاج الصناعي وجات مخيبة للتوقعات، وده كان ليه أثره السلبي على أسعار النفط، لأن لازال المخاوف المتعلقة بالطلب مؤثرة على أسعار الخام. وده يضاف إلى القرارات اللي صدرت عن أوبك بلس يوم 2 يونيو لما أعلنوا تمديد أغلب تخفيضاتهم مع استعادة بعض الإنتاج في اكتوبر من هذا العام، واسعار الخام ما تحملتش مجرد ان الانتاج يتم استئنافه، وشاهدنا تراجعات لخام القياس العالمي برنت، نزلنا لحد 77 دولار للبرميل لحد ما تدخل وزير الطاقه السعودي بتصريح ان هذه الخطط لاستئناف الانتاج ممكن يتم تعليقها او الغائها، وده اللي خلى الخام يتعافى بعض الشيء ويتداول حاليا عند 82 او 83 دولار للبرميل. ولكن في النهاية أسعار الخام متأثرة بأن الاقتصاد الصيني لازال بيؤدي بشكل غير متكافئ، في بعض القطاعات بتتعافى وفي قطاعات أخرى لازالت تحت ضغط. وأيضا المتوقع برضو أنه هذا الوضع يستمر لحد إمتى بالنسبة للصين؟ الصين لازالت يعني لب المشكلة أو صميم المشكلة هو الأزمة العقارية. لازال القطاع العقاري لازال هو مصدر المشاكل اللي بتعاني منها الصين. مدام لازال العقارات أسعارها في تراجع والطلب على العقارات منخفض،
ده هيفضل النمو الاقتصادي غير متكافئ، وهيفضل القوة الاستهلاك الداخلي بما ان مدخرات الصينيين في هذا القطاع، هيفضل الطلب الداخلي ضعيف، وهنلاقي توترات تجارية عالمية لان الصين في المقابل بتضطر انها تلجأ في تعزيز التصدير الاعتماد على الطلب الخارجي بسبب الاوفر كاباسيتي الانتاج المفرط، وده بيخليها تدخل في توترات واشتباكات مع الاقتصادات الاخرى بما انها بتغرق الاسواق الاخرى بمنتجاتها، وده هنشوفه كتير الفتره الجايه. وده طبعا هيأثر على هذه الأسواق الأخرى، فبالتالي هنشوف أبعاد أخرى للصراع التجاري مع الصين. طيب لو ذهبنا للأسهم الأوروبية أستاذ هيثم، احنا شايفين أنه بعد فترة من الانخفاض القوي الأسهم الأوروبية بتعاود الارتفاع، وطبعا ده بدعم رئيسي من مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك. هل من وجهة نظرك هتستمر الأسهم الأوروبية في الصعود؟ لا، الأسهم الأوروبية هتستمر تحت ضغط، يعني المستجدات الأخيرة بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي وعدم اليقين السياسي اللي بقى موجود دلوقتي في فرنسا في ضوء الانتخابات المبكرة اللي تم الإعلان عنها بنهاية هذا الشهر، الأسهم الأوروبية يعني النهاردة كان أحد التطورات الجديدة إن باريس فقدت مكانتها كأكبر سوق للأسهم في أوروبا لصالح بريطانيا، صالح سوق لندن، فدوت بيرجع لخسائر عنيفة جدا بتشهدها الأسهم الأوروبية وبالتحديد الأسهم الفرنسية من وقت إعلان نتائج الانتخابات البرلمان الأوروبي وصعود تيار اليمين المتشدد وما تلا من إعلان فرنسا عن إجراء انتخابات مبكرة نهاية هذا الشهر، وده اللي عمل حالة من الأنسرتينيتي أو عدم اليقين وفرض ضغوط أكتر على خلاف الوضع في وول ستريت. وول ستريت هي اللي منتعشة ومستمرة في تحقيق مكاسب قياسية سواء على مستوى مؤشر ناسداك أو مؤشر الـ S&P 500 استفادة طبعا من الحماس المتعلق بالذكاء الاصطناعي وأسهم شركات زي انفيديا، وفي نفس الوقت تفاؤل بأن الفيدرالي في النهاية هيخفض الفايدة، وبيخفض الفايدة من وضع قوة مش من وضع ضعف، ما فيش بقى أي دلائل على حدوث ركود أمريكي، ودوت اللي مخلي أسهم وول ستريت في أداء استثنائي مقارنة بغيرها من البورصات العالمية. أما البورصات الأوروبية هتظل تحت ضغط لحد ما نشوف ما فتفرزه الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا. طيب الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا وفكرة صعود اليمين المتطرف مش بس في فرنسا، في دول أوروبية أخرى، احنا يعني ممكن نربط بينه وبين توقعات الاقتصاد الأوروبي الفترة الجاية ازاي، خاصة انه احنا شايفين في ملف التشديد النقدي أوروبا يمكن بدأت تنفصل شوية عن العباءة الأمريكية بشكل أو بآخر، متوقع ايه للاقتصاد الأوروبي الفترة القادمة؟ وده بيرجع للتفاوت، التفاوت في الأداء الاقتصادي في الوقت اللي أمريكا منتظر تنمو هذا العام بمعدل 2.5%، منطقة اليورو بعد رفع تقديراتها متوقع تنمو 9%، فمعدلات نمو متواضعة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالي وفي نفس الوقت معدل التضخم في أوروبا هو الآخر برضو قريب من المستهدف، يعني آخر قراءة ليه 2.6، يعني هو مش بعيد على 2%. بس فكرة إن البنك المركزي الأوروبي اضطر إن هو يخفض الفايدة بدري، وده بيرجع لإن هو التزم مسبقا بهذا الأمر من غير ما يعتمد على البيانات. ولكن لو قرر هذه الخطوة، خاصة ان هو بدأ وكندا بدأت وقبلهم كان سويسرا والسويد، لو اضطروا يخفضوا الفايدة مرة اخرى والفيدرالي انتظر حتى ديسمبر، فدوت هيعمل دايفيرجنس اكبر او تباعد اكبر. صحيح. هيدي افضلية للدولار الامريكي، وده مش لصالح الاقتصاد العالمي والدول الناشئة والنامية. فالاقتصاد الاوروبي نفسه استمرار المركز الاوروبي في ان هو يخفض الفايده اكتر من مره، وان اليورو هناك يتعرض لضغوط، كمان لو ضفنا دي التوترات السياسيه بعد نتائج الانتخابات البرلمان الاوروبي، فمعنى دوت ان ضغوط التضخم نتيجه ضعف العمله الموحده، ولسه الحرب الروسيه الاوكرانيه بيحصل فيها تطورات حتى لو انظار العالم ما بقتش متجهه لها قوي، بس المتوقع انه هيحصل يعني تطورات على صعيد الحرب الروسيه الاوكرانيه، وبالتالي اكيد طبعا اوروبا. ويعني استاذ هيثم في الاخر بنلف ونرجع لنفس النقطه دائما، قوه الدولار الامريكي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي على كل هذه المعلومات كالعاده. بعد الفاصل لقاء مع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي والحديث حول دور تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. احتلت مصر المرتبة السادسة من بين أكثر الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نهاية العام الماضي، فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج أكثر من 22 مليار دولار.
العوامل الرئيسية التي تساهم بشكل عام في ارتفاع حجم التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج؟ نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مشاهدين. أهلا بك دكتور. لو هنتكلم بشكل عام في الظروف الطبيعية، إيه بتكون العوامل اللي بتأدي لزيادة حجم التحويلات؟ العوامل تحديدا اللي بتساهم في زيادة التحويلات، احنا عندنا ما نيجي نبص كده، انا خلينا نتكلم الاول على البنك المركزي المصري او الفتره اللي فاتت ايه اللي حصل وخلى ان يبقى في زياده في التحويلات. ما نيجي نبص رقم التحويلات، احنا بنتكلم في 22 مليار. طيب هو ده بيمثل قد ايه من اجمالي الموارد الدولاريه اصلا لمصر؟ احنا لما نيجي نبص المورد الاكبر هو عندنا حصيله الصادرات اللي هي حوالي بنتكلم في 39.6 مليار، وراها على طول تحويلات العاملين من الخارج 22 مليار، وبعد كده بنتكلم في السياحة 13.6، ويليها الاستثمار المباشر حوالي 10 مليار، ثم قناة السويس 8.7 مليار. طيب وبالتالي هنا أنا عندي تحويلات العاملين من الخارج هي المورد رقم 2 والمورد الأقل تكلفة على الاقتصاد المصري، لأن أنا مفيش أي تكاليف كتير زي مثلا الصادرات ببتدي أصرفها عشان التحويلات تجيلي. صحيح. وبالتالي هنا أنا محتاج أدعم أكتر التحويلات العاملين من الخارج. طب أنا بدعمها إزاي؟ اشتغلنا الفترة اللي فاتت على مجموعة من الأمور، كان أبرزها إن إحنا ابتدينا على سبيل المثال، كان ده من العوامل المهمة جدا، إن إحنا ابتدينا نطلق منصة إنستا باي في التعامل مع الدول المحيطة عشان أقدر أسهل تحويلات العاملين من الخارج، لأن من الحاجات اللي بتأثر على التحويلات هي العمولة المرتفعة إن هي بتتجاوز 5%، ودي من ضمن التوصيات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة إن إحنا نقلل التكاليف عن 5%، وصلت التكاليف لحوالي 3%. دي كانت أول عامل اللي هو منصة إنستا باي إنها تتعامل مع الدول المحيطة زي الإمارات والسعودية وخلافه. في أمر تاني ده كان من الحاجات اللي ساعدت برضو، إن البنك المركزي المصري ابتدى يشتغل مع الدول المحيطة من خلال طبعا صندوق النقد العربي في منصة بنا اللي هي المنصة المسؤولة عن التحويلات الرقمية أو التحويلات المالية على مستوى الدول العربية. بلس كمان إن إحنا ابتدينا نشتغل على أصدارنا ودائع أو شهادات تحديدا بمعدل عائد مرتفع، هو معدل عائد أعلى عالميا على فكرة، بنتكلم 7.9%، ده مش موجود على مستوى العالم، وده كان ليه دور إن إحنا يبقى فيه شهادات حصيلة من يعني تحديدا بقى هنقول تحويلات وتغيير عملة، نبتدي يبقى فيه عندنا شهادات دولارية تبقى موجودة. طيب من ضمن الامور ايضا اللي ساعدت، انا ابتديت اقلل دلوقتي في مصاريف التحويلات مع البنوك الاخرى والمؤسسات عشان اقدر استقبل تحويلات العاملين من الخارج. بلس كمان، ودي كانت احد المبادرات اللي اطلقتها الدوله المصريه بالتعاون طبعا مع البنك المركزي، عمليه المبادره بتاعت السيارات، دخول السيارات، وبالتالي دي كلها كانت عوامل ليها دور انها تساهم في زياده تحويلات العاملين من الخارج. طبعا لما بنيجي نقارن بقى بالارقام تحديدا بلغه الارقام، احنا التحويلات كانت كام وبقت كام، ده نقطة يعني هنلاقي فيها ان احنا شفنا الفترة اللي فاتت مع عملية تحريك سعر الصرف، وده كان من العوامل بقى المهمة جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي لما باجي ابص انا كواحد بشتغل برا عايز احول فلوسي، طيب انا عندي سعرين، سعر في السوق الموازي خلينا نقول اكس، وفي السعر في السوق الرسمي اكس ماينس 2. فانا دلوقتي هروح اشتغل مع انهي؟ نفس كانت مشكلة المستثمرين وقتها. دي كانت مشكلة المستثمرين. طيب دكتور دلوقتي احنا بنتكلم عن هذه العوامل، لو هنتكلم عن الدول الرئيسية اللي بيجي منها النسبة الأكبر من تحويلات المصريين في الخارج، هي ايه حاليا؟ حاليا احنا عندنا من أكبر الدول عندنا في السعودية، تمام، عندنا في الإمارات، دي من الدول اللي بنستقبل منها تحويلات من الخارج، بلس كمان دول شرق آسيا، بلس أمريكا، بلس كمان في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. دي أكتر دول احنا بنستقبل منها تحويلات خلال الفترة الماضية، اللي هي بنتكلم في حدود ال 22 مليار. طبعا احنا حققنا المركز السادس على مستوى العالم في استقبال التحويلات، طبعا بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين وفرنسا، ولكن احنا بنتكلم في احنا المساهمة بتاعتنا في الرقم قد ايه؟ في رقم التحويلات، احنا بنتكلم في اجمالي التحويلات 860 مليار. عايزين بس ناكد على نقطة مهمة، ان ال 860 بوينت تحديدا 3 مليار اجمالي التحويلات، نسبة مساهمة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحديدا 77%، فالرقم كبير، يعني عايزين نوضح ان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تحويلا، يعني القطاع العائلي كمان فيها بيساهم بنسبة كبيرة في حجم التحويلات اللي بتتم على مستوى العالم. وبالتالي هنا احنا محتاجين بقى يبقى فيه انسنتيفز، احنا بنقولها كده، حوافز عشان
يبتدي يحول اكتر. كان من ضمن النقاط المهمه ويمكن اكدنا عليها وحضرتك برضو اكدتي من المستثمرين كانت من ضمن المشاكل ان احنا خلاص نهينا المشكله الخاصه بالسوق الموازي، ودي خلت العاملين بالخارج يبتدوا خلال الفتره الماضيه يبتدي يتعامل تاني ويرجع يبتدي يحول اكتر. طبعا مع انستا باي ده كان ليه برضو عامل تاني اكبر عشان نبتدي اقدر استقبل، لان احنا لو بصينا تحديدا المركز المصري لما جه اشتغل في انستا باي اشتغل مع الامارات والسعوديه عشان يبتدي يستقبل اكبر كم من التحويلات خلال الفتره الماضيه. طيب لو هنتكلم بشكل عام برضو يا دكتور، انه التحويلات الماليه للعاملين بالخارج لو بشكل مبسط تشرح للمشاهد ازاي بتاثر على الاقتصاد المصري؟ انا بستخدم التحويلات العاملين من الخارج، احنا قلنا احنا عندنا تحديدا بنتكلم في حوالي 94 مليار دولار امريكي، ده اجمالي، وانه هي المصدر رقم 2 حاليا. احنا رقم 2 من ال 94 مليار اجمالي هنقول الحصيله الدولاريه او الموارد الدولاريه داخل ميزان المدفوعات المصري. طب انا عندي رقم 2 هو تحويلات عاملين من الخارج، طب خلينا ناكد بقى ان ده اقل تكلفه على الدوله، ده نمره 1. نمره 2 انا بستخدم اموال العاملين من الخارج في ايه؟ اول حاجه انا ببتدي داخل الاقتصاد المصري انا بستخدمها في عمليه الواردات وليس الصادرات، احنا الصادرات ده ان لما نتكلم في الاول بستخدمها في تيسير عمليه الافراج الجمركي عشان اقدر ادخل السلع اللي بدورها كمان لما يحصل وفره في وجود السلع داخل الاقتصاد المصري هيكون ليه ريفلكت على التضخم، لان احنا شفنا الفتره الماضيه كان في تاثير في عمليه عدم الافراج، ابتدى يبقى في شح شويه في البضائع، ولكن دي من العوامل اللي بتساعدني في ان انا اقدر افرج عن السلع اقدر ادخلها، وبالتالي بتساعدني في عمليه الواردات، كمان بتساعدني في عمليه توفير او تيسير التعاملات مع عمليات الاستثمار المباشر، لان انا لما الاستثمار المباشر بيجي يشوف طب حجم التحويلات العاملين في الخارج اخبارها ايه؟ طب هي بتقل ولا بتزيد؟ وبالتالي هنا الاستثمار المباشر لما يلاقي فيه الحركه شغاله وفي قنوات رقميه، لان دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعد في عمليات تحويلات الاموال بوجه عام بقى، مش هنقول عاملين من الخارج او الداخل، لان بوجه عام بتيسر بشكل كبير طبعا وتوفر حاجات كتير، وبالتالي هنا انا كمستثمر اجنبي لما باجي اشتغل معاك وبلاقي ان في ابلكيشنز رقميه موجوده، عمليات تحول رقمي موجوده داخل الاقتصاد، وبالتالي ده بيساعدني اكتر، وبالتالي هنا زياده تحولات العاملين من الخارج بيكون ليها دور في حاجات كتير، نمره 1 الاستثمار المباشر، نمره 2 بتساعدني انا ان انا ابتدي اساهم في عمليه تيسير دخول او الواردات تبقى موجوده عندي بشكل كبير. طيب سؤال اخير وسريعا يا دكتور، انه لو هنبص على العام المالي المقبل مصر بتستهدف الوصول بحجم تحويلات العاملين ل 33 مليار دولار، توقعاتك ايه لمسيره الوصول لهذا الرقم؟ ممكن تكون ابرز المصادر ايه اللي هتتشجع علشان تشارك اكثر يكون ليها النصيب الاكبر من التحويلات؟ ايه ممكن تكون الاجراءات الاضافيه غير اللي حضرتك ذكرتها اللي ممكن تشجع؟ تمام، خلينا نقول ان الرقم مش بعيد خالص. ليه؟ لان احنا بنتكلم احنا في العام الحالي بنتكلم في 22 مليار العام المالي الذي يسبقه، بنتكلم في كام؟ في 31.9، يعني الرقم مش بعيد، اللي قبليه كنا 31.4 مليار، وبالتالي هنا انا عايز اوصل ل 33. طيب مع تحريك سعر الصرف اللي حصل وان انا بقى مفيش عندي سوق موازي خلاص، بقى السعر واحد ما بين داخل شرايين الاقتصاد المصري او التعاملات عموما، وبالتالي انا هقدر استقطب مزيد من التحويلات. من اهم الاجراءات بقى اللي عايزين نركز عليها ان انا استمر بشكل مباشر في تشديد الرقابه على السوق الموازي، استمر بشكل مباشر ايضا في زياده حصيله الدوله من الموارد الدولاريه اللي هي بتتم من خلال الاستثمار المباشر وليس طبعا الاستثمار غير المباشر، لان احنا شفنا ليه سايد افكتس على الاقتصاد المصري، وبالتالي هنا انا محتاج بقى ان انا ازود عمليات الاستثمار المباشر استمراريه في الموارد الدولاريه اللي موجوده عندي، وبالتالي ده هيساعدني اكتر في ان انا استقطب المزيد من التحويلات واقضي خالص على السوق الموازي وما يرجعش يظهر تاني، لان مجرد ظهوره هيعمل دروب تاني وهيبقى في انخفاض في تحويلات عاملين من الخارج. طيب اذا الرقم ليس ببعيد، دي يمكن تكون يعني النقطه حقيقي الاكثر اهميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي على كل هذه التفاصيل. حضرتك شكرا. بعد الفاصل لقاء مع المهندس روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات والحديث حول اخر تطورات صراع الرقائق الالكترونيه بين الولايات المتحده وبين الصين، ابقوا معنا. يا ليلة العيد أنا أهدي
واجمل فرحه. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا. كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. اهلا اهلا في العيد، مرحب مرحب في العيد. اهلا اهلا في العيد، مرحب مرحب في العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا. كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الساحة الدولية تصاعدا مستمرا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في التكنولوجيا المتقدمة والتي أصبحت رمزا للتفوق التكنولوجي والسيطرة حتى الجيوسياسية في القرن 21. ومنذ ما يقرب من عامين بدأت واشنطن بفرض قيود صارمة تهدف إلى كبح تقدم بكين في هذا المجال الحيوي، وها هي الآن تدرس فرض قيود جديدة تمنع الصين من الوصول إلى أحدث التقنيات في هذا المجال. نناقش الموضوع بتفاصيل أكبر مع ضيفنا في الاستوديو المهندس روماني رز الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا باشمهندس. خلينا نتكلم. عيد أضحى مبارك. شكرا شكرا، كل سنة وحضرتك طيب. وأنتي طيبة. خلينا نتكلم الأول عن تقنية GAA اللي عاملة كل الضجة الفترة دي، اللي بتحاول الولايات المتحدة أنها تمنع بكين للوصول ليها. إيه هي التقنية دي؟ وما هي مدى واقعية أنه الولايات المتحدة هتنجح في منع الصين الوصول لها؟ الجي اي اي ابرفيتد فور اختصار ل جيت اول اراوند. ده تكنيك جديد بيستخدم في السيمي كوندكتورز، في اشباه الموصلات. في اشباه الموصلات. ده بيساعد ان انا بقدر اصغر الترانزستور لايك 30% واسرعه بنسبة 40%. وخليه يقدر يستهلك كهرباء اقل. هو الصراع التكنولوجي، عشان نبقى نبسط الفكر، دايما رايح للسرعه. انا بروح حاجه لسرعه لحاجه سليم. البروسيسنج بتاعها عالي، المعالجه بتاعتها عاليه، استهلاكها للكهرباء اقل. هو ده انا دلوقتي كحد بيشتغل في التكنولوجي بيبقى همي دي الاولويات. دي اولوياتي. عشان نعرف بس مرتبط؟ المحددات دايما بتاعت التطور التكنولوجي، ان انا بحاول اعمل الثلاث او اربع محددات دول. طب هل ده الجيت اول اراوند دي مرتبطه بشكل او باخر بفكره انه احنا بنحاول نطور في الكاباسيتي بتاعت النانوميتر بتاعت المايكرو تشيبس دي، ولا النانوميتر؟ النانوميتر هو احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بيقل من 7 ل 5 ل 3. تمام. كل ما انا اصغر الشيب دي
اللي هو ترانزستور ده كل ما الشيب تاخد عدد من الترانزستور اكبر. فالقصه بقى الجي اي هي الترانزستور وليس الشيب. الشيب هي النانوميتر ازاي انا اقللها. اوكي. دي حاجه. لكن الموضوع بتاع جي اي هو ليه دعوه بالترانزستور نفس الترانزستور انه هيزيد يقلله هيزيد وهتزيد سرعته والمعالجه بتاعته في نفس الوقت وفي نفس الوقت هيستهلك كهرباء اقل لانه جزء من الصراع في الكولينج بتاع البروسيسورز والشيبس دي جزء من اللي بيبقى مهم جدا الفقد الكهربي صحيح. اللي بتنتجه العمليات بتاعت البروسيسنج ده. فده تكنولوجي انا شايف انه هيعمل طفره. يعني انا بقول لحضرتك في 30% كسرعه و 40% في الحجم و 30% سرعه. فاحنا بنتكلم في فرق 70% لو عملنا البليند ده. فتخيلي بقى القفزه هتبقى شكلها ايه. طبعا. طيب ده مهم قوي قوي العمليات الاي اي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي لانه جزء التول بتاعه الذكاء الصناعي بتعتمد على معالجه الشيبس دي بتعمل بتعالج البيانات ازاي بسرعه قد ايه. فده انا بس عشان نبقى رابطين الفكره الفكره بالانتجريشن. طيب. ده بالتكامل. خلينا نرجع للفكره دي يا باشمهندس، بس خلينا نذهب الى هذا الخبر انه بمناسبه عيد الاضحى المبارك شارك رجال الشرطه المواطنين الاحتفال بالعيد، فقد قاموا بتوزيع الورود عليهم، ودعونا نتابع المزيد. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان نصر. طيب يا ريس بمناسبه عيد الاضحى وتحيا مصر. تحيا مصر. البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير ووزاره الداخليه بخير. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال والتوفيق الوعد. كل سنه والشرطه المصريه بخير. وان بتاريخها فورا هيلاقي الرد. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل عام وانتم بخير. في ايدين تحمي وايدين تبني وايدين صنعت وايدين زرعت. كل سنه ومصر طيبه واهلها وشعبها بخير يا رب. المصريه ويا ما فرعت. كل سنه وانت طيب يا ريس. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. نام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده. سياده الريس عبد الفتاح السيسي كل سنه وانت طيب والشعب المصري كله بخير. نشكر سيادة الرئيس ووزارة الداخلية على الجهود الرائعة الجبارة اللي عاملينها في البلد وعلى الأمن والأمان. كل سنة والرئيس بخير والشعب المصري بخير. واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده جوه البلد. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والتوفيق الوعد. كلنا واحد دايما بيحس بالامان ويبقى مبسوط ان هو ان نادر المسبح وفي امان. يعني واللي يعلم واللي يفنن دي المصريه ويا ما. شكرا جدا لسياده الرئيس على كل تعبه ومجهوده معانا، وميرسي جدا على الهدايا الجميله دي وكل سنه وانتم طيبين. الله الله على المصريين. تحيا مصر. كل سنة ومصر طيبة. كل سنة والداخلية طيبة وربنا يساعدهم وإن شاء الله معاهم. كل سنة وإنت طيب يا ريس ومصر طيبة دايما. تحيا مصر تحيا مصر. الله الله المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والتوفيق الوعد. واللي هيستهون بتاريخنا فورا هيلاقي. شكرا بجد سيادة الرئيس على الوردة دي وبجد كل سنة طيب. الله المصري.
كل سنة طيبين يا رب وعيد سعيد يا رب على الشعب المصري كله وعلى الشرطة المصرية. لما الأرض هتتكلم شبها هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطل وتاريخهم مليان نصر. أحب أقول للرئيس كل سنة أنت طيب ويا رب تفضل كده سند البلد دايما يا رب. البلد اللي ولادها أبطل وتاريخهم مليان الله الله. كل سنة أنت طيبين وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب، تحيا مصر. بورسعيد في امان بسبب الشرطه واحنا عايشين في امان، وكل سنه وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسند بعض. الله الله المصريين لما يحبوها بجد بتلاقي عزيمه وتضحيه افضل وتشوف الوعد. لفتة جميلة قوي ومتشكرين، ربنا يخليكم لمصر ويحفظكم، وانتوا بتعملوا حاجة بجد قمة في الجمال. بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة طيب. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده جوه القلب. كل سنة والشرطة المصرية طيبة، وكل سنة والرئيس طيب، وتحيا مصر. احساس جميل طبعا، يكفي ان احنا نحس ان احنا في حد ورانا بيخاف علينا وبيعمل لنا صالح طيب. واللي هيستهون بتاريخنا فورا هيلاقي الرب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين. إذن عودة للمهندس روماني رزق الله، استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة. باش مهندس، احنا اتكلمنا عن تقنية الـ GAA كل أبعادها، خلينا نتكلم عن التحديات بقى اللي بتواجه الشركات اللي بتصنع الرقائق اللي عايزة تتبنى هذه التقنية بشكل واسع النطاق. ايه التحديات اللي قدامها؟ اوريدي سامسونج طرحت اول جيل من الرقائق اللي بتدعم الـ GAA I think في ابريل اللي فات او قبل كده بشوية، يعني ممكن تبقى اخر السنة اللي فاتت يا ربي. لكن كان بكمية قليلة مش كبيرة. يعني ليه بقى؟ طبعا تكنولوجي جديد، وانت دايما دايما في اي حاجة انت محتاجة تطلعي ريليز وان، وبعد كده بيبقى طبعا في اوبستكلز وعوائق، يعني بتبقي انت قادرة تعالجيها في فيما بعد يعني. طبعا خلاص التكنولوجي دي بقت موجودة، يعني مش لسه حاجة يعني موجودة وطرحت تجاريا. الفكرة كلها بقى انه هو انا دلوقتي بقفل على السوق الصيني، والسوق الصيني هو سوق كبير قوي قوي قوي. فهل الصناعة اللي هتعملها TSMC، هتعملها سامسونج، هتعملها كل الشركات المنتجة، يعني زي برضو انتل كمان، هل الصناعة دي هتبقى قادرة تغطي السوق اللي انا طلعت منه الصين؟ انا رايي انه ده كرايسس على الثلاث شركات دول، TSMC وانتل وسامسونج. انا بضرهم هم، كويس. وانا شايف في نفس الوقت الصين رايحه في سكه انها بتنتج، واحنا شفنا الفتره اللي فاتت SMIC سيمك ضخوا 30 مليار لهواوي عشان تشتغل في في القطاع ده، وشفنا موبايل بيدعم خاصية النانو 7 نانو متر، وده كان مفاجأة رهيبة جدا للأمريكان بعد كل الحظر ده ان الصين بالزبط قادرة توصل لده. كان أقصاها 14 14 ناموا صحي ولقوها في السبعة. طيب وان رأي ان هم اشتغلين على الخمسة كمان، والتلاتة هم R&D شغالين عليه. يعني هو ده الأكيد يا باشمهندس، لأنه الصين دايما بتتميز بأن هي صامتة. هي بتفاجئنا بالبرودكشن على أرض الواقع. صحيح. وعلشان كده يمكن في مراقبين شايفين أنه عملية استقطاب المهندسين من TSMC للمصانع الصينية already تمت، ولكن ما بيتمش الحديث عنها، ويمكن ده جزء من عملية النجاح في الوصول لهذه النسب. خليني أفاجئك بحاجة، هو دايما دايما القيمة في أنا عندي سوق قد إيه. خلينا نسأل سؤال مفتوح ومتهيألي إجابته واضحة.
هو مين في العملاقين دول عنده سوق أكبر بالواقع على الأرض؟ ده سؤال أنا يعني إجابته متهيألي واضحة. فاللي عنده سوق أكبر وقادر أنه يطور يشتغل R&D بحث وتطوير بطريقة منضبطة هو قادر على أنه يليد الماركت. وأنا رأيي أنه اللي هيليد الماركت هو اللي عنده الكومبتنس هنا في أنه عنده ماركت شير قوي وهو شغال R&D ما بيبخلش على البحث والتطوير بتاعه طول الوقت. فهو النقطتين دول مهمين جدا 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 لنجاح الصراع ده. فالمحددات دي هي اللي هتقول مين هينجح في الصراع. هو في بعض المراقبين بيعتبروا انه القيود الامريكية الجديدة على التقنية دي تعتبر اعلان حرب تقنية على الصين، ولو انه في يعني خبراء اخرين شايفين انه اوريدي الحرب دي موجودة من زمان. وحضرتك اتكلمت انه على الرغم من كل القيود دي الصين قدرت تطور من 14 ل 7 نانو. شايف مصير هذه الحرب رايح فين في السنوات القادمة؟ الحرب دي في تقديري بتقوي الصين. الحرب دي بتقوي الصين، بتديها دافع ان هي تكمل في السكة بتاعتها. وبالعكس يعني كان العالم موزع بين ايه، ان انا في حد بيصمم وحد بيصنع، ففي انتجريشن، في تكامل. فانا دخلت عملت يعني خلاص قلت لا انا هعمل كل حاجه وهو هيعمل كل حاجه وهو ابتدى يعمل كل حاجه برضه. فالصراع رايح في الحته دي، وانا شايف انه ده بيقوي الصين واحنا شفنا ده واقع صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس روماني رزق الله استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمه على وجود حضرتك معنا. بتشرف دايما وكل سنه طيبين وانت بصحه وسلامه.